هننتقل لثاني فعالية معنا اليوم. على الرغم من وجود العديد من المفارقات في أساليب الترفيه والمتعة الخاصة في الأطفال بين المجتمعات، إلا أن كرة القدم تبقى الأكثر شيوعاً وتوجهاً والتي تسلب قلوب الملايين حول العالم، لا سيما في عصر تزايدت فيه عناصر الترفيه المشوقة وألعاب الفيديو والإنترنت والتي جعلت الطفل يمارسها لساعات متواصلة. من هنا يأتي دور الأهل بغرس حب كرة القدم في نفس الطفل منذ الصغر من خلال اللعب معه أو إشراكه في نوادي رياضية ومخيمات صيفية وأكاديمية، من شأنها أن تهتم بالطفل وتقدم له كل حيثيات التسلية والمتعة والفائدة له. من هذا المنطلق أطلقت أكاديمية سكس يارد فعالياتها لكرة القدم لهذا العام. حول الأكاديمية وأكثر في تقرير من زميلتنا المبدعة ملاك الياسين. أطلقت سكس يارد لهذا العام أكاديمية كرة القدم والتي يعمل على قيادتها مدربين متمرسين ذو خبرة وكفاءة، ليضعوا ضمن أولوياتهم في الأكاديمية توفير كل سبل الراحة والمتعة للجميع من خلال تهيئتها أفضل الخدمات والمخيمات الصيفية التي توفر من خلالها مجموعة من النشاطات المختلفة للأطفال والشباب. أهداف الأكاديمية هي تنمية الأولاد والبنات بالأعمار من 4 سنين ل16 سنة. إحنا بالأكاديمية بنحب ننميهم على أنهم يطلعوا رياضيين. هذا بس ننجز موضوع أنه يطلعوا رياضيين، بعدين بنصفي نركز أكثر على موضوع كرة القدم. فراح يتعلموا، راح يتدربوا جميع الرياضات ما بينها السلة، السباحة، التنس، عبين ما يقوى بدنهم. وطبعاً راح يكون التركيز على كرة القدم، بس ما راح نترك رياضات ثانية تنشط جميع أجزاء جسمهم. ناهيك عن تميز الموقع الذي اختارته الأكاديمية لتكون خارج ازدحام المدينة، بحيث تتضمن مرافق كرة القدم الأكثر تميزاً وتشمل 3 ملاعب معتمدة من الفيفا، وأحدها مغطى بقبة هوائية فريدة من نوعها، بحيث تقوم على عز الحرارة وتقديم التهوية الملائمة والمناخ المعتدل بداخلها. من ناحية فنية احنا بنعتبر انه الملاعب هون بتتيح لنا كل شيء، من ادوات، من الملاعب، وزيادة على ذلك في عنا كادر فني مميز ومناسب للمشروع اللي احنا بدنا نقيمه. كلنا بتجمعنا ميزة انه عدا عن الخبرة الفنية احنا يعني مدعومين من كمان خلفية أكاديمية، أصحاب دورات آسيوية، أصحاب دورات مع الفيفا، الاتحاد الألماني. أنا شخصياً كنت بإسبانيا بجامعة ريال مدريد للإدارة الرياضة، وفنياً يعني اكتسبنا كثير من الخبرات، وإحنا بنحب نطبق المعلومات ونتبع نظام معاصر للتدريب. هذا وتقدم الأكاديمية نشاطات مختلفة ككرة قدم الصابون وكرة البابل إلى جانب كرة القدم الاعتيادية، في حين جرى إطلاق الأكاديمية بأجواء من الفرح والبسمة التي رسمت على وجوه الأطفال من خلال مشاركتهم باللعب والرسم على وجوههم بالألوان وتقديم الهدايا لهم. شكرا لأكاديمية سكس يارد على هذه